يا بنتي عقلي، الحتت اللي بتروحيها دي ما فيهاش رجاله تنفع للجواز. هو انت مش متفقه معايا تيجي بكره الساعه 7 عشان تقابلي ادم؟ مامي انت اللي اتفقتي، انا ما اتفقتش على حاجه. وبعدين بصي برضو هاجي عشان اقعد وهزق نفسي. يا بنتي ده واخد اجازه مخصوص من امريكا ونازل يشوفك. وبعدين تعالي هنا، مين ادم ده اللي جالي من اخر الدنيا عشان يشوفني؟ انا اعرفه؟ حرام عليكي، قدري موقفي، نفسي اشوف عيالك. ده اللي قدك عيالهم في ثانوي. معظم اللي عيالهم في ثانوي كلهم متطلقين. وبعدين تعالي هنا، اللي متجوز دلوقتي اخد ايه من الجواز؟ بقولك ايه يا مامي، بصي انا كده مبسوطه والدنيا معايا تمام، انزلي بس انت من دماغي. وماله؟ اتجوزي وخلفي، ولو عايزه تطلقي بعد كده اتطلقي. ايه الانانيه دي؟ يعني انا هتجوز عشان اجيب عيال؟ وبعدين ايه، امرمطهم بعد كده يعني من غير اب يعني عشان انت تستريحي؟ مامي انا مبسوطه كده لو سمحتي. حياتك الغريبه دي عجباك انت لوحدك؟ بنت زيك عايشه في شقه وحدها زي ما تكون راجل صايع. انت فاكره نفسك راجل؟ انا مش راجل، بس انا اجدع واحسن من رجاله كتير. طيب بقول لك ايه، والنبي ما تتاخري، واياكي اياكي تجيبي سيره قدام ادم انك عايشه لوحدك. حاضر يا ماما. ماما.